مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع، تحية طيبة. وبعد، مع فرع جديد من فروع اللغة العربية وهو فرع الكتابة، عنوان الدرس تقرير صحفي عن السلامة المرورية. قيمة اليوم مع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم. نهى الله عز وجل أن نضر أنفسنا أو نعرضها إلى ما يؤذيها، فاحرص بني العزيز على سلامة نفسك. عبر عن الصور التالية بجمل مفيدة: اتباع الإرشادات المرورية تضمن السلامة. عما تعبر هذه الصورة؟ أحسنت. من مفهوم المخالفة: عدم اتباع الإرشادات المرورية عاقبته وخيمة. ندخل إلى أهداف الدرس. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتعرف عناصر كتابة التقرير الصحفي بطريقة صحيحة، يكتب مسودة للتقرير الصحفي بشكل سليم. نبدأ بالهدف الأول، أن يتعرف عناصر كتابة التقرير الصحفي بطريقة صحيحة. إذا أردت أن تكتب تقريرا صحفيا، هناك ثلاثة عناصر. العنصر الأول: المقدمة. لابد أن تعرض في التقرير عنوان التقرير ومضمونه، والعرض يتضمن المعلومات والحقائق الخاصة بالموضوع مع ذكر الزمان والمكان إن وجد، ثم تختم الموضوع، تلخص مضمون التقرير مع ذكر توصيات إن أردت. سأعرض عليك تقريرا. مطلوب منك في هذا التقرير أن تحدد عناصره بعد أن تستمع إليه جيدا، فلتنتبه ثم تسجل عناصر التقرير في دفترك الخاص بك. من مدينة الدوحة، حيث الجاهزية النهضة والاستعداد الجهيد، فالجميع يتنسم حلم المونديال. إنه الكأس، لا أعني كأس خمر لكنه كأس العالم. اقتربت ساعة الصفر وشارفت 2022، والجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال الحدث الأضخم في تاريخ قطر، كأس العالم. ونعرض في هذا التقرير جهود إحدى الإدارات لتغطية الحدث، ألا وهي إدارة المرور القطرية. قد أبدت إدارة المرور القطرية مدى جاهزيتها لعرس الدوحة من خلال عدة أمور، منها خطة توعية واسعة المدى تشمل جميع فئات المجتمع عبر وسائل الإعلام والتعليم، حيث تقوم بتوعية الجماهير كيفية الالتزام بآداب المرور للقادة والمشاة على حد سواء. مشروع مترو الأنفاق القطري الذي ساهم في الحد من الأزمات المرورية وتخفيف الضغط المروري بشكل كبير. إنشاء العديد من شبكات الطرق التي كان لها بالغ الأثر من تخفيف حدة الأزمة المرورية. والجدير بالذكر أن الإحصاءات أشارت إلى انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في العام 2021، الأمر الذي كان معيارا للنجاح وثمرة للجهود. وأخيرا، لا يزال الجميع يرتقب الأفضل استعدادا لكأس العالم المتوقع استضافته على أرض الدوحة، الأمر الذي يجعل الجميع يبدي أفضل ما عنده. كان معكم من مدرسة الأندلس الأستاذ سعيد، دمتم بخير. من خلال ما استمعت إليه من التقرير السابق، حدد عناصر التقرير السابق في دفترك الخاص. ارجع إلى التقرير ثم حدد العنوان والمضمون وأهم النقاط والخاتمة، ثم تخيل نفسك مراسلا إخباريا وأعد صياغة التقرير بأسلوبك الخاص وألقه على زملائك أو على من معك. ننتقل للهدف الثاني، أن يكتب مسودة للتقرير الصحفي بشكل سليم. كيف نكتب تقريرا بشكل سليم؟ نقرأ هذا السؤال. وضعت الإدارة العامة للمرور في قطر خطة محكمة لتدريب كوادر المرور على التعامل مع الحركة المرورية خلال كأس العالم 2022 لتأهيلهم لتحقيق السلامة المرورية للزائرين واللاعبين،
حيث إن الدورات تستمر حتى الحدث العالمي، وتقوم بها شركات عالمية متخصصة بالتعاون مع اللجنة الأمنية للمونديال، كما أن هناك دورات متخصصة للسلامة المرورية للمشاهد، حيث يتوقع أن يشهد هذا الحدث العالمي حركة كبيرة للمترجلين في الطرقات. اكتب تقريرا صحفيا يتناول جهود إدارة المرور في تحقيق السلامة المرورية والتوعية أثناء انعقاد كأس العالم في قطر 2022، مراعيا سمات التقرير البنائية والأسلوبية. من خلال ما استمعت عليه سابقا، اكتب تقريرا صحفيا عن جهود إدارة المرور في تحقيق السلامة المرورية خلال كأس العالم. لابد أن تبدأ بالمقدمة والعرض والخاتمة كما استمعت في التقرير السابق. على سبيل المثال، فلتتخيل نفسك أحد المسؤولين في إدارة المرور المخططين لضمان السلامة المرورية لكأس العالم 2022، ثم اكتب ماذا يمكنك أن تفعل إذا كنت إداريا في إدارة المرور. ما اقتراحاتك أولا؟ أطلق لخيالك العنان واكتب عدة اقتراحات لكأس العالم 2022، ثم دونها عندك في الدفتر. اطلع على الشبكة العنكبوتية واكتب ما يفيدك في هذا الموضوع. جئت لك على سبيل المثال حملات إعلامية عبر التلفاز والمناهج الدراسية، أي تقوم إدارة المرور بهذه الأشياء، حملات توعية في المؤسسات، توسعات في الطرق، استخدام الشبكات الهوائية كالمنطاد من أجل تخفيف الأزمة المرورية. إذن هذه بعض المقترحات لسائي موضوعك. ابدأ بالمقدمة، ثم هي الجهود التي تقوم بها إدارة المرور. اختم موضوعك بتوصياتك تلخيص لما كتبت. نأخذ هذا الموضوع على سبيل المثال والاستئناس، ثم اكتب بنفسك. العنوان: استعداد إدارة المرور لكأس العالم 2022. المقدمة: سؤال يطرح نفسه، خطة المرورية التي أعدتها دولة قطر لعرسها المرتقب في كأس العالم 2022. كشف المقدم جابر محمد عضيبة مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في تصريح لجريدة الشرق، مشيرا إلى أن الخطة المرورية ترتكز على جملة من البرامج التوعوية الموجهة لفئات الشباب والجاليات من أجل تحقيق الأمن والسلامة. شدد المقدم عضيبة إلى أهمية التنسيق بين وزارة الداخلية ومختلف الوزارات في الدولة من أجل تحقيق الأهداف في مجال الأمن والسلامة المرورية. وهناك بادرة نجاح تلوح في الأفق، تشير الإحصاءات مسجلة 4.9 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة، فيما كان المستهدف 6 حالات بحلول عام 2022، وهو الأمر الذي ساهم في حصول دولة قطر على مكانة متقدمة عالميا في مجال السلامة المرورية. وأكد أن الانطلاق في تشغيل خطوط المترو مكن من تحقيق نقلة نوعية في التنقل داخل الدوحة. وأخيرا، تشير الأرقام أن الخطط المرورية التي نفذتها مختلف الجهات المتدخلة مكنت من تقليل أعداد ضحايا الحوادث المرورية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. هذا هو نموذج مبسط لتقرير تستطيع أن تستأنس به. أترك لك المجال في أن تكتب موضوعا بنفسك كي تعبر به عن أسلوبك الخاص. إلى هنا عزيزي الطالب، نصل إلى نهاية الدرس، ولا تنسى أن تجيب عن الواجب الإلكتروني أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.